شخصي انا راجلي كنا عايشين بخير، ما عندنا لا مشاكل لا شي حاجه. هو فعلا كان دوز الحبس في 2000، كانت عنده 17 عام. انا ما كنتش كنعرفو هذيك الساعه، دوز عامين ديال الحبس بسبب هاد المشكل هذا. صافي خرج، المهم عفا عليه الله، من تما ما بقاش كيدخل الحبس. تلاقيت انا وياه، تزوجنا ولدنا جوج بنيات حتى 2017 جهنا. تلاقينا انا وياه في 2017، المهم تزوجنا ولدنا البنيه الكبيره، جاه النقد. واحد شويه كيقول لي الرئيس كنحكموا عليك ب10 سنين ديال الحبس، خاصك دابا تمشي تدفع النقد. المهم درنا تكددنا وهادي ودرنا المحامي ودفع لينا النقد. في 2021 في شهر 12 كيجيه النقد مرفوض. صافي هو جاي من الخدمه، تعرضوا لي البوليس قالوا لي خاصك تمشي معانا. مشى، المهم دابا هو من شهر 12 خاصو قال كيدوز هاد 8 سنين ديال الحبس اللي باقا لي، مدوز عامين ورا العقوبه ديالته دابا راه دوزها، يعني راه ما كيتسال حتى شي حاجه. قالوا لي باقا كتسالك 8 سنين. تاب دخل سوق راسو، ما بقى كيدير حتى شي حاجه. دخل سوق راسو، خرج دابا الزنقه، سولي عليه كل شيء، اي واحد ما غايقولش لك فيه شي حاجه خايبه. ودابا هو مخلي جوج بنيات وعاد الام ديالو وعاد الدري اللي يتيم، يعني حنا شكون اللي غادي يهزنا؟ غنخرجوا للتشرد، ما عدناش فين غنمشيو. هو الوحيد، هو كان خدام علينا ب 16 118 النهار بالحلال، كيجيبها لينا، المهم واكلين فيها شاربين مخلصين الكراع، ما عدنا حتى شي مشكل. كريم ب 30000 ريال مقاتل. بالبني انا عارفه هو معاود ليا كلشي من الديبار، معاود ليا كلشي. قال لي انا كنت ندوز الحبس، كنت مولاي نفسي المراهقه. 17 عام، ما عمرني ما خفت منه هذاك السيد، ما عمرني ما خلعني ولا شي حاجه. احسن معامله، ما نكذبش عليك، ماشي من شي واحد اللي شرير ولا شي حاجه، كان تيتعامل معايا مزيان، مع بنات وواكلين شاربين مكسيين مصبطين بالحلال، مع عمره ما جاب لينا شي حاجه اللي خايبه. مقدرني وكيحترمني لواحد الدرجه ما نقولش لك، لا ما عمرنا ما نوينها. حتى هو راه تصدم، وكل شيء تصدم فيها. ملي كنزورو كيبقى غير يبكي، قسما بالله ما كيقدر يدوي. هو اصلا تيقول لي شوف الا جيتي بلا ما تجي. صافي هو كيشوف غير في بناته، ما كيشوفش شي حاجه. كنطلب من المسؤولين وجلاله الملك، 8 سنين ماشي ساهله، واخا الناس غيبقاو يعطيوك ولكن ضروري الناس غيعياو، ماشي بحالهم. كان خدام علينا، هازنا، باه مسن، هو كيمشي للموقف كيتقاتل، مره خدام مره ما خدامش. راجل كبير. با عنده 74 عام. هو كيجيب الحليب ليه، كلشي. انا كنطلب من جلاله الملك ومن المحسنين، الله يرحم لكم الوالدين، ينقصوا على ولدي. انا ما بغيت حتى حاجه، ما بغيتها، بغيت عاود يجي لبناته، راني عيانة ومريضة، ما عندهاش الجهد. أنا كنت كنخدم، ما بقيتش خدامة. أنا بديك الخدمة طاح ليا فمي، ما بغيتش يتركب لي حيت كنت كنطيب، وأنا دابا مرضت، ما قدرت ندير حتى حاجة. أنا باركة دابا في الدار. أنا كنتمنى سيدي ربي يعفو عليه ويخرج على بنياتو، يهز عليا أولادو. أنا كنطلب الله سبحانه وتعالى يهز عليا أولادو ومرتو، هذا اللي كنتمنى في حياتي كاملة. هو مرضي الوالدين، هو مرضي معايا، مرضي مع باه، وكيخاف من باه بزاف، ومرضي الوالدين. حتى كنعس انا وجهي غطيني، عمرو ما بيجت فيا شي حاجه ديال العيب، وعمر مراتو حتى هي ما حكتني، عمر مراتو ما قالت لي كلمه ديال العيب، عمر مراتو حتى كتغطيني وتنعس انا راضيه عليها في السماء وفي الارض. هي بنت العائله وبنت الفاميله، ولا والديها ولا احبابها، وانا يا ولدي مرضي ومهدي. ما يس فيا العين، ما يعايرني، ما يكرفصني، انا بغيت ليه الرضا والعز. انا كون شديت انا بقهوه لولادو، انا شارفه كون عاد شديت انا بناصتو. وكنتمنى الله سبحانه وتعالى يعفو عليه الله. كانت عنده 17 كيقرا، ما باقي صغير، ما عرف والو. هادشي ولي نقول لك، انا ما نكذب فيه، ما نسيت، وانا مرا كبيره، انا ماشي عندي 60، عندي 62 عام. هادشي اللي نقول لك اختي.